أهلا بكم في الساعة الثانية من العالم الليلة. نبدأ بأبرز العناوين. شبح وباء جديد يهدد العالم، إصابات جدري القردة تتزايد، ومخاوف من تكرار سيناريوهات كورونا بشأن اللقاحات وتوزيعها. جهود التهدئة تنتقل إلى القاهرة، ونتنياهو يوجه رسالة للوسطاء، الكرة في ملعب حماس. جسور كورسك أهداف لكييف، موسكو تكافح لإنهاء التوغل الأوكراني التاريخي بأراضيها، ولوكاشينكو يحذر من النووي. عشية المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، هاريس متقدمة باستطلاعات الرأي، وترامب يكثف من هجومه عليها. أهلا بكم. شبح وباء جديد يطل مرة أخرى، هذه المرة تحت مسمى جدري القردة. فيروس بات يتردد اسمه بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن جدري القردة طارئة صحية. مركز انتشار الوباء هو جمهورية الكونغو الديمقراطية التي سجلت فيها أغلب الإصابات. فلماذا الكونغو؟ تقع جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط أفريقيا، وهي ثاني أكبر دولة في القارة من حيث المساحة. تعد الكونغو الديمقراطية دولة غنية بالموارد الطبيعية كالمعادن والأخشاب، لكن التاريخ مليء بالصراعات السياسية والاقتصادية التي أثرت على استقرارها وتنميتها. تشهد هذه الدولة انتشارا واسعا للأمراض المعدية لأسباب عدة، أبرزها الفقر الشديد وعدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية المتكررة. كل هذا أدى لضعف البنية التحتية الصحية ونقص المستشفيات والمرافق الطبية والكوادر المؤهلة، ما يجعل التعامل مع الأمراض والحد من انتشارها أمرا صعبا. وبالنسبة لجدري القردة، تم اكتشافه لأول مرة في الكونغو الديمقراطية عام 1970، ومن أهم أسباب انتشاره الاتصال الوثيق بالحيوانات البرية، فالكثير من سكان الكونغو يعيشون في مناطق قريبة من الغابات حيث تتواجد الحيوانات البرية. كما تعد لحوم الحيوانات البرية مصدرا رئيسيا للبروتيين لدى الكثير من هؤلاء، لكن تناولها قد يعرضهم لخطر الإصابة بالفيروسات المنقولة من هذه الحيوانات. وعلى عكس كورونا، عند اكتشافها فإن جدري القردة له لقاحات وعلاجات، لكن مدى فاعليتها في مواجهة السلالة الجديدة؟ ما هي الفعالية؟ الإجابة مع أسامة الذهبي. حالة طوارئ صحية عالمية بسبب المتحور الجديد لفيروس جدري القردة، والذي تتوفر لسلالته السابقة علاجات ولقاحات. ماذا عن المتحور الجديد؟ دراسة حديثة نشرتها صحيفة بوليتيكو كشفت عدم فعالية العلاج المستخدم لمكافحة جدري القردة ضد السلالة الجديدة المنتشرة في أفريقيا. الدواء المعني المعروف باسم تيكوفيرامات، والذي أثبت فعاليته خلال التفشي العالمي للمرض سنة 2022، فشل في إظهار أي تأثير ملموس على المصابين في جمهورية الكونغو الديمقراطية. أما بالنسبة للقاحين المتوفرين لجدري القردة، فإنهما ليسا فعالين بنسبة 100% على المتحور الجديد. والكلام هنا لروزاموند لويس، المسؤول عن الجدري في منظمة الصحة العالمية. ذات المتحدث أكد وجوب انتظار الجرعة الثانية حتى يتمكن اللقاح من إعطاء الاستجابة المثلى. وإلى جانب مشكلة الفعالية، يطرح أيضا إشكال التوزيع المتكافئ للقاحات بين الدول الغنية والدول الفقيرة. فقد أعادت محاولات مواجهة فيروس جدري القردة إلى الأذهان إشكالية اللامساواة في تلقي العلاج التي برزت خلال جائحة كوفيد-19. فاللقاحات والاختبارات ومعدات الحماية أخذت حينها وقتا أطول بكثير للوصول إلى الدول النامية مقارنة بنظيراتها الأكثر ثراء. إشكالية لا يرغب برنامج الصحة العالمية في أن تتكرر، وهو ما جعله يشدد على ضرورة مساعدة الدول الأفريقية للحد من تفشي جدري القردة. عدا ذلك، فإن هذا الفيروس سيشكل خطرا على بقية العالم. منظمة العدالة العالمية دخلت على الخط أيضا، وحذرت من أن شركات الأدوية
تعيق الوصول العادل إلى لقاحات جدر القردة سعيا وراء ربح أعلى. هذا ودعت ذات المنظمة الدول الغنية إلى عدم أو دعم الإجراءات الواردة في معاهدة مواجهة الجوائح. أما الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فقد شدد على أن هناك حاجة إلى شحن المزيد من معدات التشخيص والعلاجات واللقاحات إلى أفريقيا حتى يتسنى التعامل بالشكل المناسب مع تفشي السلالة الجديدة من فيروس جدري القردة. ينضم إلينا من لندن الدكتور عبد الكريم قزيز المختص في علم الوبائيات والباحث المشارك في جامعة كينغز كوليدج. أهلا بك معنا دكتور. يعني أبدأ معك من اللقاحات الموجودة الآن في الأسواق والمستشفيات، فعليا مشكلتها أنها غير مطورة وبالتالي هي غير متكافئة مع المتحورات الجديدة، ما العمل إذن؟ نعم، أسعد الله مساءكم ومساء المشاهدين. يعني في أي مرض فيروسي نذكر أن العلاجات قد لا تكون فعالة، لأن أغلب الأمراض الفيروسية تتحدد من تلقاء ذاتها إلا إذا كان هناك مشكلة في الجهاز المناعي. والمشكلة عندما تحدث لدينا جائحة فإن الانتقال الخارج عن السيطرة قد يؤدي إلى يعني ضرب الآليات المناعية، خاصة عند الأشخاص المثبطين مناعيا، ولذلك نحن بحاجة إلى اللقاحات. العلاجات لن تكون كافية ونحن متوقعين ذلك، وأثبتت هذه العلاجات الآن، هناك دراسات أثبتت عدم فعاليتها، فلذلك نحن أمام حاجة ملحة لتوزيع اللقاحات بشكل متساوي وعادل للدول المتضررة. اللقاحات نعم هي لا تشكل حماية كاملة، ولكننا نعلم أن اللقاحات قد تشكل حماية جزئية من الممكن أن تحمي من الاختلاطات الشديدة. يعني تذكر أيام الكورونا كنا نتحدث دائما، نعم اللقاح قد لا يحميك من المرض ولكنه قد يحميك من الاختلاط الذي يؤدي بالحياة. دكتور عبد الكريم، يعني كلنا نتذكر بأنه الأطفال بعمر صغير بياخذوا لقاح الجدري، هو مختلف عن جدري القردة، هل هذا اللقاح قد يفي بالغرض، يحمي من جدري القردة؟ هلا حتى نميز نوعين من الجدري، هناك مرض الجدري، جدر الإنسان الذي قضينا عليه في سبعينيات القرن الماضي. اللقاحات المستخدمة ضد هذا المرض نعم من الممكن أن تحمي ضد جدري القردة. أما إذا كنا نتحدث عن جدري الماء وهو اللقاح الذي يعني يستخدمه أو يأخذه الأطفال عادة، فإن هذه اللقاحات هي غير كافية. مرض جدري الماء هو مرض بسيط لا يمكن أن يقارن بمرض جدري القردة، وبالتالي للأسف لا تشكل اللقاحات التي نأخذها في فترات الطفولة حماية كبيرة. قد تشكل بعض أنواع الحماية، ولكن خاصة إذا تعلق الأمر بالمتحور الجديد فلا أعتقد أن لقاحات جدر الماء الموجودة ضمن لقاحات روتينية قد تحمي من هذا المتحور. طيب ما الذي تنصح به الآن دكتور؟ هل تنصح بأنه يتم إعطاء الناس الجدري اللقاح جدري القردة الموجود الآن في السوق لنحمي نفسنا؟ هلا أنصح به أمرين، الأمر الأول هو محاولة احتواء المرض عبر أساليب الصحة العامة، يعني قيود السفر مثلا. أو يبدو أن لدينا مشكلة بالصوت مع الدكتور عبد الكريم، شكرا جزيلا لك بكل الأحوال، حدثتنا من لندن. إلى ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، حيث أفادت مصادر إسرائيلية في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية أن الهدف هو تحقيق انفراج هذا الأسبوع. وأوضحت المصادر أن مسؤولين إسرائيليين كبار سيصلون القاهرة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين من أجل وضع الخطوط العريضة للاتفاق على طاولة التفاوض. يتزامن ذلك مع زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لإسرائيل في إطار سعي واشنطن لإتمام صفقة بين إسرائيل وحركة حماس. ويلتقي بلينكين خلال زيارته نتنياهو ووزير دفاعه لمناقشة تطورات المحادثات بشأن الصفقة قبل التوجه الثلاثاء إلى القاهرة. أما نتنياهو فيبدو أنه استبق زيارة بلينكين ورمى الكرة بملعب الوسطاء وحماس أيضا. نستمع.
نجري مفاوضات وليس تنازلات. هناك أشياء يمكننا أن نكون مرنين بشأنها، وهناك أشياء لا يمكننا أن نكون مرنين بشأنها ونحن نصر عليها. فإننا نتمسك بالمبادئ التي أرسيناها والتي تعتبر ضرورية لأمن إسرائيل. وأود أن أؤكد مرة أخرى أن حماس حتى هذه اللحظة متمسكة برفضها، ولذلك فإن الضغط يجب أن يوجه نحو حماس والسنوار وليس ضد الحكومة الإسرائيلية. لكن اقتراح تسوية أزمة غزة يستبعد اثنين من مطالب نتنياهو الرئيسية. يا روان، ما الذي نعرفه عنها؟ تسريبات إسرائيلية راوية تتحدث عن تعديلات ضمن المقترح الأمريكي الأخير بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. فالمصادر الإسرائيلية أشارت إلى أن المقترح الأمريكي حدد عدد وأسماء المحتجزين الذين سيطلق سراحهم بالمرحلة الأولى. فبحسب المقترح الأمريكي سيطلق سراح النساء والمجندات أولاً والمحتجزين الأحياء. كما تضمن المقترح أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي. تشمل قائمة الأسرى الفلسطينيين أسماء 47 أسيراً أطلق سراحهم بصفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وأعيد سجنهم أخيراً. لكن الاتفاق المقترح لا ينص على وجود إسرائيلي مستمر على طول الحدود بين القطاع ومصر أو آلية في وسط غزة لمنع عودة حماس لشمالي القطاع وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل. فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المقترح الأمريكي لبى معظم مطالب إسرائيل لكن دون حل للخلاف بشأن محوري فيلادلفيا ونتسري. ووفقا لتقرير لموقع ولا نيوز الإسرائيلي، اقترح الوسطاء بندا يعطي إسرائيل الحق في استئناف الأعمال العسكرية ضد حماس إذا تم نقل الأسلحة للشمال في غزة، وسيكون مطلوبا من الجيش الإسرائيلي الانسحاب من منطقة نتساريم في المرحلة الأولى من الصفقة وفق تايمز أوف إسرائيل. وقالت مصادر عدة إن رؤساء الأمن الإسرائيليين يعتقدون أن الانسحاب من ممر فيلادلفيا على طول حدود غزة لمدة 6 أسابيع من المرحلة الأولى من الصفقة لن يمكن حماس من إعادة التسلح بشكل كبير. فيما قالت القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية نقلا عن مصادر مصرية إن إسرائيل ومصر تعملان على الترتيب فيما يتعلق بممر فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية على طول محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر وإعادة فتح معبر رفح، وهما قضيتان حاسمتان لتنفيذ اتفاق التهدئة. ننتقل إلى مراسل العربية في القاهرة تامر نصرت لنسأله عن الاجتماع الأمني الإسرائيلي المصري. أهلا بك معنا. نبدأ معك تامر، أهم ما على أجندة المباحثات، مباحثات الوفد الإسرائيلي الذي سيصل قريبا إلى القاهرة، وما الذي تريده القاهرة تحديدا تسعى إليه؟ القاهرة لديها عدد من الثوابت تتعلق بالمباحثات أو بالاتفاقات الثنائية بينها وبين إسرائيل وبين تل أبيب، خاصة أن خلال المباحثات في قطر تم تحديد الخطوات التي سوف تتخذ من أجل الانسحاب، وبالتالي ترك هذا الاتفاق بين الجانبين. وعلى هذا الأساس يوجد الآن فريق أمني تقني يتفاوض في القاهرة حول هذه الأمور، وبعدها عندما تصل أو عندما يصل مسؤولون أكبر سوف تكون اتضحت الصورة وتبلورت الأمور التي يجب الاتفاق عليها. وبالتالي هناك عدد من النقاط تتعلق بالانسحاب من ممر فيلادلفيا، وهذه من الثوابت المصرية التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتحدث عنها كذلك وزير الخارجية بدر عبد العاطي، وهذا يتعلق بعدد القوات أو عدم وجود قوات في ممر صلاح الدين أو ممر فيلادلفيا. الفرق الفنية التي تتباحث حول هذا الأمر في القاهرة تتباحث حول الانسحاب، والذي علمنا أنه سوف يكون تدريجيا خلال 6 أسابيع القادمة. تفاصيل تتعلق بعدد القوات، بالتموضع، بالتمركزات، وبالانسحابات التي سوف تتوالى على مدار الأيام حتى يصل المصريون إلى مبتغاهم في هذا الأمر. النقطة الثانية هي تتعلق بمعبر رفح، كيف سيتم
التعامل مع هذا المعبر، نعلم أنه دمر تماما من الجانب الفلسطيني، ومصر تصر على عدم التعامل مع إسرائيليين في هذا المعبر. يجب أن يكون التعامل مع فلسطينيين أو على الأقل من ضمن الحلول الوسط التي طرحت، ما يتعلق بعودة مراقبين الاتحاد الأوروبي كنوع من أنواع المراقبة التي سوف تعمل جنبا إلى جنب مع عناصر فلسطينية. إسرائيل نعلم أنها ترفض وجود السلطة أو رفع العلم الفلسطيني، وهذا هو الآن مربط الفرس فيما يتعلق بهذا الأمر. أما ما يخص القاهرة فهي ترفض أن تتعامل مع إسرائيليين في معبر رفح، وخاصة أن هذا المعبر سوف يعني طبعا هو كان يستخدم بصورة استثنائية كمعبر للشاحنات وهو مخصص للأفراد، ولكن الغرض منه هو خروج الجرحى من أهل غزة للعلاج سواء في مصر أو في دول ثالثة ينقلون إليها. نعم. عودة التدفق أو إنفاذ المساعدات مرة أخرى بدون مشروطية من خلال معبر كرم أبو سالم، ويساند في ذلك معبر رفح إذا تم الاتفاق حوله في المفاوضات أو المباحثات التي سوف يتم الترتيب لها ما بين الجانبين المصري والإسرائيلي. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. من القاهرة تامر نصر. أظهر مقطع مصور لحظة سقوط صاروخ في غارة إسرائيلية على نصيرات تسبب في سقوط قتلى. ما فيش بارد. مستمرون معكم ولدينا بعد الفاصل. ما قصة نيويورك التي سيطرت عليها روسيا؟ وشاحنة تسلا المعدلة إلى جبهات القتال في أوكرانيا قريبا. أهلا بكم من جديد. بعد التقدم الأوكراني الميداني في كورسك الروسية، كيف بدأت معركة قصف الجسور في إطار سعيها إلى تعطيل العمليات القتالية للجيش الروسي في المنطقة؟ وقصفت القوات الأوكرانية جسرا ثانيا بمنطقة كورسك لحرمان موسكو من قدراتها اللوجستية عبر ضربات جوية دقيقة، مستخدمة صواريخ غربية من المرجح أنها أمريكية الصنع من طراز هاي مارس، وفق الخارجية الروسية التي أعلنت أن الجسر نتيجة الهجوم الأوكراني فوق نهر سيم تم تدميره بالكامل، وأيضا قتل متطوعون كانوا يساعدون سكانا مدنيين ممن جرى إجلاؤهم. انضم إلي هنا في الاستوديو عبد الجليل مسعي الزميل المختص في الشأن الروسي والأوكراني. عبد الجليل، ما هي تطورات الوضع اليوم في كورسك؟ البداية من جبهة كورسك، الآن الحدود الجبهة الآن صارت ثابتة، والآن بدأ الطرفان في بناء الخنادق. ربما أوكرانيا تحاول الإبقاء على هذه السيطرة حتى الآن، والدليل هل أنها شرعت مثل ما ذكرت في تدمير الجسور لمنع التقدم الروسي، وبالتالي هي لا تنوي الذهاب إلى ما وراء النهر المقابل. وبالتالي الآن روسيا في هذه المرحلة لازالت تحاول استهداف أنظمة الدفاع الجوي، أنظمة باتريوت وأنظمة آيرس تي الألمانية التي جلبتها أوكرانيا لتغطية الهجوم في كورسك، وأيضا بطاريات نظام هايمارس التي استخدمتها في ضرب الجسر وأيضا في ضرب القوات الروسية المتقدمة. إذن روسيا لن تتقدم نحو القوات الأوكرانية إلا إذا حيدت وسائل التغطية التي هي في إقليم سومي وتغطي على الهجوم الأوكراني. ومثل ما شاهدنا ضرب الجسور هو أول صورة موثقة لاستخدام أسلحة أمريكية لضرب بنية تحتية مدنية في روسيا. تعرفين أن الجسر يعتبر بنية تحتية مدنية وإن استخدم لإمداد الجيش في بعض. هل يعني ذلك تجاوز كل الخطوط الحمراء والضوابط التي كانت موضوعة على استعمالات الأسلحة الغربية؟ ربما هذا ما خدع روسيا. روسيا كانت تستمع إلى كل التصريحات الغربية التي قالت بأنها لن تسمح بضرب الأقاليم الروسية إلا في بعض الحالات عندما يتم استهداف القوات الروسية
المتمركزة في الجهة المقابلة والتي تشارك في الهجوم على الأراضي الأوكرانية. لكن الآن الأسلحة الأوروبية استخدمت بشكل واسع، وأيضا الأسلحة الأمريكية، شهدنا دبابة تشالنجر البريطانية قبل أيام وهي تدخل إقليم كورسك. الآن المشاركة واضحة، ولكن الرد الروسي لحد الآن لا يزال غير معروف. طيب، هناك محاولات للاستحواذ على نيويورك. أولا، لماذا اسمها نيويورك وما أهميتها الاستراتيجية هذه البلدة أو المنطقة؟ اسم غريب راوية إذا نظرنا إلى الأسماء السلافية باللغات السلافية في المنطقة. نيويورك هو اسم البلدة القديم منذ 1850، ذكر لأول مرة في كتب التاريخ باسم نيويورك، وهذا ربما ليس له علاقة مثل ما نشاهد هنا عندما أوكرانيا غيرت الاسم إلى نيويورك مرة ثانية. في البداية الاسم لا علاقة له بالنيويورك الأمريكية، هناك مدينة يورك في ولاية ساكسونيا السفلى في ألمانيا، وهذه نيويورك أو نيويورك الجديدة، ويقصد بها يورك الموجودة في ألمانيا بسبب أنه رهبان ألمان سكنوا هذه المنطقة في البداية. روسيا غيرت الاسم سنة 1951 إلى نوفوغورودسكي، وبقيت على هذا الاسم إلى غاية انطلاق الحرب في دونباس عام 2015. صدر في أوكرانيا قانون نزع رموز الاشتراكية، وبالتالي تغيير أسامي كل المدن التي كانت بأسامي سوفيتية أو أسامي روسية إلى أساميها الأصلية. بخمت كانت إحدى المدن التي تم تغيير اسمها، ونيويورك أيضا، لكن تأجل تنفيذ هذا القرار إلى عام 2021 عندما تم تغيير الاسم مثل ما شاهدنا في الصورة عندما تغيير اللوحة، وصارت نيويورك مرة أخرى. وبالتالي هي هذه تسمية المدن وفرض اللغة الأوكرانية على الروسية يدخل في خضم أسس الحرب وأسباب الحرب الرئيسية. عبد الجليل، هل تقدم روسيا في دونباس سيجبر أوكرانيا على التراجع من كورسك أو العكس؟ صحيح. مثل ما ذكرنا الآن القوة الروسية ترفض سحب قواتها، مثل ما تريد أوكرانيا ترفض سحب قواتها من دونباس وخاصة هذه الجبهة إلى كورسك. تعرفين بأن روسيا الآن فقط تقاتل في كورسك بمشاة البحرية وأيضا بقوات أخمات الشيشانية، لكن الجزء الرئيسي من قوات روسيا المحترفة، نحن لا نتحدث عن المعبئين الذين كانوا في كورسك، قوات المحترفة موجودة في دونباس، موجودة في دونباس وفي هذه النقطة. نشاهد نيويورك هي محاذية لمقاطعة هورليفكا، وهي سيطرت عليها روسيا، عدد سكانها 10,000 نسمة، هي بلدة ولكنها بلدة كبيرة جدا، وتقع في مفترق الطرق بين دونيتسك وكونستانتينوفكا. والآن روسيا تحاول الوصول إلى بوكروفسك. بوكروفسك هي منطقة مهمة جدا للوجيستيك الأوكراني، وهي ربما آخر مدينة أوكرانية في اتجاه سيطرة على دونباس من هذه الجبهة. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات الميدانية وأيضا السياسية. شكرا. ننتقل الآن إلى محاسن. ماذا عن حلفاء روسيا اليوم يا محاسن بعد هذا التوغل في الأراضي الروسية؟ حلفاء روسيا راوية لطالما وقفوا معها قولا وفعلا، وبطبيعة الحال اليوم أيضا. حلفاء موسكو الاستراتيجيون لا يخذلونها، فبيلاروسيا وكوريا الشمالية تتأهبان لدعم روسيا بعد التوغل الأوكراني في كورسك. فلوكاشينكو الرئيس البيلاروسي يلوح باستخدام النووي في حال استمر التصعيد الأوكراني مع روسيا، ناصحا كييف بالجلوس على طاولة المفاوضات لأنها ستدمر إن رفضت. أوكرانيا تحاول وتريد استفزاز روسيا لاستخدام الأسلحة النووية، يقول الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو. ولكن بلاده لن تتأخر عن تحويل خططها الدفاعية إلى هجومية في حال لزم الأمر، مذكرا كييف بصواريخ اسكندر البيلاروسية القادرة على حمل رؤوس نووية. لوكاشينكو كشف أيضا أن أوكرانيا نشرت أكثر من 120,000 جندي على حدودها مع بلاده، وأن مينسك نشرت قرابة ثلث قواتها المسلحة بطول الحدود، أي 12,000 جندي. أما الحليف الاستراتيجي الآخر لموسكو زعيم كوريا الشمالية صديق بوتين، وصف التوغل الأوكراني بأنه عمل إرهابي لا يختفر، دعمته واشنطن والغرب، ولحماية سيادة موسكو بيونغ يانغ ستقف على الدوام إلى جانبها. وهذا ما قامت به كوريا الشمالية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. دعا الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك إلى زيارة روسيا. جاءت هذه الدعوة في فيديو نشر، ويظهر قاديروف وهو يقود شاحنة سايبر تراك من إنتاج شركة تسلا، لكنها بدت مختلفة حيث أضيف إليها مدفع رشاش.
هذا الفيديو أثار جدلا واسعا لحديث قديروف وأيضا تعليقاته التي رافقت نشر هذا الفيديو يا غيداء. صحيح راوية، الرئيس الشيشاني أفصح أيضا عما يعتزم فعله بالشاحنة الجديدة التي قال إنها هدية. القصة في فيديو غير مألوف. الرئيس الشيشاني رمضان قديروف ظهر بداية بهذا الشكل، مظهر استعراضي، رئيس تحيطه الأسلحة وسيارة تسلا مصفحة على رأسها رشاش مدفعي. حتى الآن يبدو الأمر مقبولا نوعا ما، لكن مصدر هذه السيارة أثار الجدل. قديروف يصرح بأنها هدية من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حتى إنه قالها متباهيا. لنستمع إلى ما قال. Транспорт дон, скоро отправится дон на СВО, на передовой дон. Ребята проверят дон, потом дон, напишем дон, характеристику дон, что нужно поменять. إذن هدية وأبعد من ذلك، سيكون لها مهماتها على الأرض، ستقاتل في الحرب الروسية الأوكرانية بعد أن اختبرها جيدا وجهزت بالعتاد. لقبت هذه المصفحة بالوحش السبراني، وهذا ليس صدفة كما قال واثقا، بل ستجلب كثيرا من الفوائد للقوات الروسية لميزاتها الكثيرة. نستمع. Так, дон, мы проверили дон, русский дон. Хорошая машина, быстрая, мощная дон. Удобная дон. Поставили дон. Такой аппарат дон. Маск дон. Ждем гости дон. طبعا إيلون ماسك حتى هذه اللحظة لم يعلق على فيديو قديروف وصحة إذا كانت السيارة مهداة له بالفعل، في وقت لا تزال أمريكا تفرض عقوبات على الرئيس الشيشاني. انضم إلينا من كوبنهاجن سامر الياس، مستشار العربية للشؤون الروسية والأوراسية. أهلا بك معنا سيد سامر. تصريح لافت للوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، يقول فيه قد نضطر إلى تحويل الخطط الدفاعية إلى هجومية. ما الذي يقصده بهذه الجملة؟ هل يهدد بفتح جبهة مع أوكرانيا لتخفيف الضغط عن كورسك؟ تحية طيبة. الرئيس لوكاشينكا هو يرتبط مع روسيا باتفاقيات دفاعية ضمن دولة الاتحاد التي تم التوافق عليها منذ مطلع الألفية الحالية. حتى الآن لم يتم بشكل كامل تشكيل هذه الدولة، لكن العلاقات معروفة بأنها علاقات استراتيجية، وأن دولة الاتحاد لديها الكثير من المؤسسات وربما اقتربت من أن تكون واقعا، لكن لوكاشينكا قاوم في السنوات الأخيرة. الملاحظ بأن لوكاشينكا سعى في الشهور الأخيرة إلى لعب دور مزدوج، ربما التخفيف مع الغرب ومحاولة فتح علاقات مع الغرب عبر الحديث بأنه سحب جزء من القوات، اعتراف الجانب البولندي من الحدود مع بولندا، اعتراف الجانب البولندي بتراجع حجم الهجرة من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي بما يوصف بالحرب الهجينة. لكن اليوم بعد هجوم كورسك واضح تماما أن لوكاشينكا سوف يصطف بشكل أساسي مع الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان أنقذه قبل 3 سنوات عندما كان هناك 4 سنوات عندما كانت هناك انتخابات في بيلاروسيا ولم يعترف الغرب والمعارضة البيلاروسية بهذه الانتخابات، وكانت التظاهرات كادت أن تودي وتنهي حياة لوكاشينكا السياسية، لكن موسكو دعمته سياسيا اقتصاديا ودعمته إعلاميا، وحينها بات مدينا بشكل أكبر للجانب الروسي. نعم، مرت 10 أيام تقريبا على الدخول الأوكراني الجيش الأوكراني إلى كورسك، حتى الآن لم يستطع بوتين إخراج الجنود الأوكران من أراضيه. الجسور التي كان يدمرها في الداخل الأوكراني والبنية التحتية الآن تدمر داخل أراضيه، كيف ينظر المواطن الروسي إلى هذه المعطيات؟ هناك تناقض حقيقة. في الفترة الماضية عندما كانت تشن هجمات على بيلغراد وعلى بريانسك وعلى كورسك،
كان هناك زيادة في شعبية الروس الذين زيادة في شعبية الحرب لدى روسيا وشعارات الحرب ولم تكن تؤثر عليهم، كان الروس يطالبون برد أقوى على الجانب الأوكراني. اليوم في بعد سلسلة النزوح التي جرت في كورسك بدأت سماع وقراءة الكثير من التعليقات في داخل روسيا بأنه يجب إنهاء هذه الحرب وغير ذلك من الأمور، لكن هذا لا يوجد إجماع كبير للجانب الروسي ولا يوجد أي استطلاعات رأي موثوقة يمكن الوثوق فيها. الجانبان الروسي والأوكراني يرغبان بإنهاء هذه الحرب كاستطلاعات شعبية ولكن كل على شروطه. اليوم عندما نقلت المعركة إلى داخل روسيا وبدأ المواطن الروسي بالمعاناة، أعتقد بأنها سوف تخلق مزاجا شعبيا روسيا رافضا للحرب في هذه المناطق، ونظرا لأن روسيا التي تقول بأنها اليوم قوة عظمى وتريد الوقوف في وجه الغرب لا تستطيع حتى الدفاع عن أراضيها. نعم. ما شأننا بإضافة مناطق في دنباس ونوفا روسيا إذا لم نستطع الدفاع عن مناطق مثل كورسك وبريانسك ونوفغوراد في خاركب؟ المنطقة العازلة لم يتم إنشاؤها بشكل كامل. اليوم على العكس تماما أيضا في كورسك هناك هجوم كبير وهناك دمار في داخل روسيا، لذلك ربما يكون بوتين في حالة صعبة هي أشبه بما عاشه وعايشه في العام الماضي أثناء تمرد فاغنر وربما أكثر من ذلك نظرا لأن العدو خارجي، والفرق في المقدرات بين روسيا وأوكرانيا هو فرق كبير، ودائما وأبدا وسائل الإعلام الروسية تركز على أن روسيا منتصرة على هذه الحرب. اليوم المخرج الوحيد بأن روسيا لا تحارب أوكرانيا بل تحارب الغرب الجماعي، ولذلك هي ربما وجدت حجة بتراجع بشكل أو بآخر وتبرير هذا التراجع الروسي وعدم تحرير مناطق كورسك. شكرا جزيلا لك من كوبنهاجن سامر الياس. وننوه مشاهدينا إلى الأخبار العاجلة، يدعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي لن نسمح لعباس بدخول غزة، وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت تواصلها مع مجلس الأمن وجهات دولية لتأمين زيارة عباس لغزة، وتم إبلاغ إسرائيل بذلك، ولكن كما أتى الرد نقلا عن مسؤول إسرائيلي يمنع عباس من دخول غزة. مستمرون معكم ولدينا بعض الفاصل. هاريس متقدمة باستطلاعات رأي وترامب يكثف من هجومه عليها. وحرائق غابات في غرب تركيا، السلطات تكافح النيران. أهلا بكم من جديد. في ملف الانتخابات الأمريكية، أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب على إصلاح كافة المشاكل التي تسببت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكعادته استهزأ بمنافسته الديمقراطية كاملا هاريس وأشار إلى أنها تكسر كل ما تلمسه. But she breaks everything that she touches, but soon we're going to fix every single problem. Kamala Harris and Joe Biden, crooked Joe. What happened to Biden? I was running against Biden. All of a sudden, I'm running against somebody else. It's true. You know, it's interesting. I said, who am I running against? Harris. I said, who the hell is Harris? You don't know. Who the hell is Harris? وتعليقا على تقدم هاريس في استطلاع جديد، شدد مرشح ترامب لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس على أن استطلاعات الرأي يتم تزييفها في وسائل الإعلام، مؤكدا أن ترامب في وضع جيد للغاية وقريب من الفوز بحسب تعبيره. Consistently, what you've seen in 2016 and 2020 is that the media uses fake polls to drive down Republican turnout and to create dissension and conflict with Republican voters. I'm telling you, every single person who's watching this, the Trump campaign is in a very, very good spot. We're going to win this race. We just have to run through the finish line. وبدأت هاريس اليوم جولة انتخابية في ولاية بنسلفانيا عشية انطلاق المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي سيسميها رسميا مرشحته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هاريس تنتقل بعد هذه الجولة إلى شيكاغو، حيث تنطلق أعمال المؤتمر الوطني العام للحزب الديمقراطي الذي سيتيح لهاريس عرض رؤيتها وتوجهاتها. ومن المقرر أن تتوجه هاريس ونائبها تيم وولز إلى ويسكنسن، وهي أيضا من الولايات المتأرجحة الحاسمة قبل العودة إلى شيكاغو لمتابعة مؤتمر الحزب.
إذن تستعد شيكاغو لاستضافة فعاليات المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي سيركز على الترويج لكاملا هاريس كمرشحة للحزب الديمقراطي. وتواجه المؤتمر تحديات أمنية ومخاطر وقوع اعتداء، فيما تنشط الأجهزة الأمنية لاحتواء أي تهديد يعكر الحدث. ويتوقع أن تشهد النسخة 26 للمؤتمر مواكبة أمنية كثيفة لم يسبق أن شهدتها ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة، رغم أنها تعودت استضافة أحداث سياسية كبرى. تفاصيل عن هذا المؤتمر ومن سيحضره وأين سيقام مع نور الحسني. الحدث الديمقراطي الأبرز للعام، المؤتمر الوطني للحزب، مكانه مدينة شيكاغو وزمانه من 19 إلى 22 من أغسطس. المؤتمر سيعقد في مكانين بالمدينة، الأول مركز يونايتد المخصص للخطابات والأحداث العامة، والثاني مركز ماكورمينغ بليس الذي سيضم الاجتماعات الرسمية للحزب. ثلاث ليال ستتوج بخطاب قبول كاملا هاريس ترشيح الحزب لها ليلة الخميس، وستكون هاريس والمرشح لمنصب نائبها تيم وولز متحدثين رئيسيين في المؤتمر. عادة تتميز هذه المؤتمرات بحضور الشخصيات البارزة في الحزب كالحكام وأعضاء الكونغرس، وغالبا ما يتحدث أزواج المرشحين وأفراد أسرهم. كما سيلقي الرئيس بايدن كلمة افتتاحية في المؤتمر ليركز بحسب المصادر على إنجازاته الخاصة وإرثه التشريعي خلال فترة ولايته. ووفقا لأكسيوس ستتحدث في المؤتمر وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وزوجها أيضا بيل كلينتون وأيضا الرئيس السابق باراك أوباما. الحدث الضخم سيحضره نحو 50,000 زائر، وسيتم بثه مباشرة على موقع المؤتمر وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وعبر بث فعاليات المؤتمر على تيك توك وإنستغرام يسعى الديمقراطيون لجذب الجمهور الشاب، كما سيحاول المنظمون خلق لحظات وقصص شخصية يمكن مشاركتها على السوشيال ميديا. عادة يكون لدى منظمي الفعاليات أشهر عدة للتخطيط لمؤتمر كهذا، لكن انسحاب بايدن المفاجئ منحهم 4 أسابيع فقط لإعادة صياغة مؤتمر يكرم بايدن من جهة ويعيد تقديم هاريس إلى أمريكا من جهة أخرى. ينضم إلينا من واشنطن الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. أهلا بك معنا سيد عقيل. يعني لماذا يخشى منظمو مؤتمر الحزب الديمقراطي من الاحتجاجات، وما الملفات التي تحرك المتظاهرين؟ شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني أعتقد لما كانت كاميلا هاريس في ولاية ميشيغان تجربتها حديثة مع يعني المؤيدون للقضية الفلسطينية من يسموهم غير الملتزمين بالتصويت كانت سيئة، حصلت اجتماعات بين حملتها وبين يعني الذين يقودون هذه الحملة يبدو لم تفضي إلى نتيجة. الآن يعني نحن نتحدث عن 200 منظمة، تحالف منظمات كثير مؤيدة للفلسطينيين، وفي شيكاغو نحو 250,000 شخص عربي يسكن في شيكاغو وضواحيها. نحن نتحدث عن مدينة فيها بحدود 3 ملايين إنسان، 2,700,000. فضلا عن هذا أنه هؤلاء نظموا أنفسهم بحيث يجلبون محتجين من الولايات المجاورة، يعني من ميشيغان من مينيسوتا، فهنا قلق في داخل الحزب الديمقراطي أنه شدة هذه الاحتجاجات واتساعها قد تسرق الأضواء من المؤتمر. هذا أولا. ثانيا هناك 30 شخص أو مندوب من يسمونهم غير الملتزمين، هؤلاء مندوبون للحزب الديمقراطي سيكونون حاضرين في المؤتمر ومؤيدون لإيقاف الحرب في غزة، وبعضهم على الأكثر على الأقل واحد منهم ستتاح له فرصة الحديث إلى المؤتمر، وبإمكان هؤلاء 30 أن يقومون بفعاليات معينة قد تؤدي إلى سرقة الأضواء من كاميلا هاريس أو تزعجها، يعني ربما رفع علامة فلسطينية. هل يمكن أن تلجأ هاريس إلى تعديل برنامجها أو تعديل المؤتمر محتواه
كي يتلائم ذلك ربما مع مطالب هؤلاء المحتجين؟ أعتقد صعب. المطلب الذي أرادوه هو أنها تلتزم بإعطاء فترة زمنية، إذا إسرائيل لا تتراجع عن الحرب يفرض عليها حظر سلاح أمريكي. هذا الموقف صعب أن تتخذه يعني هاريس، خصوصا في ظل هذه الحملة الانتخابية. يعني أعتقد التفاوض سيستمر إلى اللحظات الأخيرة والاحتجاجات ستمضي، لكنه المقدار، السعة، شدة الاحتجاج في داخل القاعة ربما هو الأهم. يعني هل عندما تلقي خطبتها هل سيكون هناك من يعترض ويقف وما إليه؟ هذه أهم لحظة للحزب الحاكم عادة في أمريكا. لما تصير هذه المؤتمرات، الحزب الذي في المعارضة الجمهوري مثلا يعمل مؤتمره، ثم العرف هكذا الحزب الديمقراطي أو الذي يسيطر على البيت الأبيض هو يعني يأتي مؤتمره تاليا، وهذه اللحظة أساسية بالنسبة لكاملا هاريس. دكتور عقيل، أنا انتهى وقتي، ولكن باختصار شديد لو سمحت، الآن باستطلاعات الرأي حتى بالولايات المتأرجحة هاريس تتقدم على ترامب أو تتعادل معه، هل أخطأ الحزب الجمهوري بإظهار ضعف بايدن قبل هذا المؤتمر؟ هل باكرا أظهر ضعفه؟ أنا أعتقد هي الإشكالية بدأت من داخل الحزب الديمقراطي الذي اعترض على أداء بايدن. ربما الجمهوريون لم يتصوروا، أخطأوا في الحسابات، لم يتصوروا أنه بايدن يمكن أن ينسحب من النزال سريعا. انسحابه كان استراتيجيا وحقيقة قلب الطاولة. المؤشرات كلها ذاهبة نحو كاميلا هاريس. الآن الاختبار يعني في هذا المؤتمر، هل هي ستستوفي التوقعات أم تخطئ أو تقول أشياء سيئة وما إليه، تخدش صورتها؟ ثم التحدي الأساسي لها هو في الرابع من سبتمبر، المناظرة التلفزيونية بينها وبين ترامب. الأشياء ذاهبة نحوها، الزخم الأشياء لصالحها، مهمتها أن تحافظ على هذا الزخم وتضيف عليه، لا أن تقطعه بتصرف ما أو يعني قول أشياء خاطئة وما إليه كما فعلت في ميشيغان. شكرا جزيلا لك من واشنطن الدكتور عقيل عباس. الهواجس الأمنية ليست فقط عند الديمقراطيين، فمنذ محاولة اغتيال ترامب وخطط تعزيز حمايته كي لا يتكرر السيناريو نفسه معه أو مع غيره لم تتوقف. تقرير لنيويورك تايمز كشف تفاصيل جديدة ومثيرة عن هذه الثغرات. فلك ترامب هو مرشح طبعا للرئاسة، إلا أنه يحظى بحماية كالرؤساء. صحيح راوية، وهذه سابقة من نوعها، لكن لا شيء مستحيل مع ترامب. في الواقع تم سحب أعضاء في الخدمة السرية من حماية الرئيس الحالي جو بايدن ونقلهم لحماية ترامب، هكذا تقول نيويورك تايمز. طبعا إعادة تعيين أعضاء حماية رئيس حالي لصالح مرشح للرئاسة هي أمر غير مألوف، لكن التهديدات المتزايدة ضد ترامب وجدول سفر بايدن القليل جعل الأمر ضروريا وممكنا. للعلم مشاهدينا، توزيع موارد الخدمة السرية إن كانت بشرية أم لوجستية هو أمر شائع عند الحاجة، كما في زيارة قادة العالم للولايات المتحدة مثلا. ومن الإجراءات الجديدة لحماية ترامب أيضا استخدام الزجاج المضاد للرصاص على خشبة المسرح خلال فعالياته الانتخابية، وهو أمر بالعادة مصمم فقط للرئيس ونائبه، إضافة لتوقعات بزيادة استخدام طائرات الدرون لمراقبة أمن الفعاليات. وعلى فكرة مسؤولون قالوا إن هاريس قد يتم تزويدها بمثل هذه التعزيزات في حال لزم الأمر. نعود مشاهدينا للحديث عن ماسك وتحديدا عن منصته اكس التي اغلقت مكاتبها في البرازيل بسبب ما اسمته اوامر رقابيه عليها، امر رفضه الملياردير الامريكي. المنصه طبعا تعرضت لكثير من الانتقادات، اخرها اتهام الامير هاري لماسك بنشر معلومات مضلله من شانها تاجيج التوترات ببريطانيا. شركه اكس تغلق مكتبها وتوقف كافه اعمالها في البرازيل. قرار صعب اتخذه ماسك، لكنه فضل ذلك على أي رقابة سرية قد تتعرض لها منصته من الحكومة البرازيلية وفق ما أفاد به. ففي أبريل الماضي فتحت المحكمة العليا البرازيلية تحقيقاً مع ماسك بعد اتهامه بعرقلة العدالة، وذلك بعدم امتثاله لأوامر المحكمة بإغلاق بعض الحسابات.
لا يمكن أن أقبل برقابة غير قانونية وأن أسلم بيانات خاصة بالعملاء، لذلك أفضل إغلاق المكتب في البرازيل على ذلك. يبدو أن الملياردير الأمريكي يواجه معضلات كبيرة، فمن اتهام هاريس لماسك بنشر معلومات تخدم ترامب وتروج للتطرف، إلى الأمير هاري الذي شن هجوماً على ماسك في أعقاب المظاهرات البريطانية، متهماً إياه بنشر معلومات مضللة على منصته لإثارة الفوضى في الشوارع. الكثير من الناس خائفون وغير متأكدين. ما يحدث على الإنترنت في غضون دقائق ينتقل إلى الشارع، والناس يتصرفون بناء على معلومات غير صحيحة. يذكر أن منصة إكس، وإلى جانب الاتهامات التي طالتها، تواجه شكاوى في 8 بلدان أوروبية على خلفية استخدامها بيانات شخصية لمستخدميها بهدف تدريب برنامجها للذكاء الاصطناعي، وفق بيان أصدرته منظمة نويب. في غرب تركيا لا تزال المروحيات والطائرات تحاول إطفاء حريق بات دخل يومه الرابع. الرياح القوية التي وصلت سرعتها في إزمير إلى 60 كيلومترا في الساعة جعلت من الصعب على طواقم الإطفاء احتواء الحريق. الزميلة لميس إبراهيم تطلعنا على التفاصيل. رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق غابات في عدة أقاليم في تركيا. أما الحريق الذي اندلع منذ يوم الخميس في إزمير في غرب البلاد، اندلع بعد أن أشعل 3 أشخاص النيران في أثناء نزهة بالقرب من منطقة غابات، وقد هدأ إلى حد ما ولم تعد المناطق السكنية معرضة للخطر هناك بحسب السلطات التركية. يأتي ذلك بعد أن أتى على 16 منزل و30 مكان للعمل في موقع صناعي، في حين قالت وزارة الصحة أن 78 شخصا تأثروا بالحريق. فرق الإطفاء تعمل أيضا على احتواء حرائق الغابات في أقاليم أخرى بغرب تركيا وشمالها، وحذرت المديرية العامة للغابات من ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات في 12 إقليم في شمال وغرب تركيا خلال الأيام 10 المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة والرياح القوية. وتعرضت المناطق الساحلية في تركيا بصفة خاصة في السنوات القليلة الماضية لحرائق غابات، إذ أصبح فصل الصيف أكثر حرارة وجفافا، وهو ما يربطه العلماء بتغير المناخ. ملفات العالم الليلة انتهت. القادم خارج الصندوق على شاشة العربية. إلى العناوين: إصابات جدري القردة تتزايد، ومخاوف من تكرار سيناريوهات كورونا بشأن اللقاحات وتوزيعها. جهود التهدئة تنتقل إلى القاهرة، ونتنياهو يوجه رسالة للوسطاء. الكرة في ملعب حماس. موسكو تكافح لإنهاء التوغل الأوكراني التاريخي بأراضيها، ولوكاشينكو يحذر من النووي. هاريس متقدمة باستطلاعات رأي، وترامب يكثف من هجومه عليها. هجوم كورسك يخلط أوراق بوتين ويهدد روسيا كدولة عظمى، فهل غير هجوم كورسك مسار الحرب الروسية الأوكرانية؟ والشأن الليبي مع عودة الصراعات هناك، إلى أي مدى سيفجر ذلك اتفاق جنيف؟ كونوا معنا.